معظم قصص سرقات البنوك بتتميز بأنه الحرامي فيها بيكون كثير ذكي. أكيد سرقة بنك مش إشي عادي، بدها تخطيط دقيق وتنفيذ من دون أخطاء، بس أنه الحرامي يكون غبي وغبي كثير وتزبط السرقة، هاي عمرها ما صارت. راح نقول حظه حلو، بس حرامي اليوم كان حظه كثير حلو وزبطت معه سرقة واحد من أكبر 4 بنوك بالصين كلها. للي عم بيشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شي غريب وغامض على كوكب الأرض، واليوم راح أحكي لكم قصة حرامي سرق نفس البنك 3 مرات وأخذ أكثر من 51 مليون. هاندان، الصين، شهر 10 سنة 2006. الدنيا بلشت تتعتم ومدير خزنة البنك الزراعي الصيني بعده بالبنك بعد ما الكل روح على بيته. كان متوتر كثير وخايف وحاسس انه في اشي غلط. كان في 2 من رجال الامن برا، وهذا الاشي خلاه يحس شوي بالامان، بس كمدير خزنة بنك كان لازم يتأكد شخصيا انه الامور تحت السيطرة لانه هو المسؤول الاول. دخل على غرفة الطباعة، شيك على غرفة الاجتماعات وما كان في اي حدا موجود وما في مشاكل. بعدها دخل على خزنة البنك، كل اشي كان مكانه، الفلوس موجودة والنظام الامني للبنك والكاميرات كان معطل، يعني كل اشي كان ماشي زي ما هو مخطط له. بلش يعد الفلوس وكان مستعجل، احساس انه رح يصير غني كان عم بيسيطر عليه. بعد ما خلص عد حطهم بالشنطة وطلع من الخزنة. المدير كان اسمه رين شاوفينغ، وكونه هو مدير خزنة البنك خلى عملية السرقة سهلة عليه، بس برضو كان لازم يكون حذر، الموضوع ما رح يخلص بهاي السهولة. طلع من البنك ووصل على سيارته، وفجأة ضواو ضوت عليه، كانوا رجال الامن شافوه هو طالع، اطلعوا على الشنطة وقالوا له جبت الفلوس، قال لهم اه. كانوا مشتركين معه بالجريمة، كان من الذكاء انه يدخلهم معه بالعملية لانه هيك رح تكون الامور امن. حط الشنطة بالسيارة ورجع للبنك، كان ضايل ساعة ليخلص دوامه ولازم يرجع يشغل الكاميرات ونظام المراقبة، كان لازم كل شيء يبين على حاله وهو ما كان رح يهرب، لانه صعب جدا اي حدا يكتشف انه اخذ هيك مبلغ الا بعد فترة. وخطته ما كانت انه يسرق الفلوس ويهرب، خطته كانت غير هيك تماما. باليوم الثاني ببيته كان مرتاح ومعه الفلوس، واللي كانوا 200,000 يوان. الرقم مش كثير كبير، تقريبا بهديك الايام كانوا يسووا 26,000 دولار. اخذ الفلوس وطلع من البيت وراح عند واحد ببيع يا نصيب واشترى منه كميات كبيرة. ومش بس هيك، لف على اكثر من محل بمنطقة هاندان واشترى منهم بطاقات يا نصيب بالجملة. هاي كانت خطته من البداية، كان بده الفلوس اللي سرقها من البنك عشان يشتري بطاقات يا نصيب ويربح الجائزة الكبرى، ومن فلوس الجائزة بيرجع للبنك كل اشي اخذه قبل ما اي حدا يعرف، ويا دار ما دخلك شر. كل اللي كان بده اياه انه يضل معه فلوس من الجائزة بعد ما يرجع اللي سرقهم من البنك. طبعا كلكم عارفين انه هاي الفكرة غبية جدا، لانه معروف انه فكرة اليانصيب انهم يطبعوا بطاقات ويبيعوا عدد كبير جدا، عدد بيجيب فلوس اكتر من الجوائز اللي رح يربحوها للناس، ففرصة انك تربح اكتر من اللي دفعته حق بطاقات كثير قليلة. ولو كانت بهالبساطة كان عملوها كثير ناس قبل هيك، مع انه هذا اللي بيحكيه العقل والمنطق، الا انه رن كان حظه كثير حلو، ومع انه احتمالات الفوز باليانصيب كثير قليلة الا انه فاز وخطته نجحت. وفعلا رجع ال 200 الف يوان على الخزنة وضل معه مبلغ كبير له. كل اشي مشى بسهولة وسرعة وما حدا لاحظ اي اشي. الان اي واحد بيصير معه هيك خلاص بيعقل وبيمشي بحياته طبيعي، بس مش هذا اللي عمله رن. بعد 5 شهور شهر 3 سنة 2007، نجاح خطته بالمرة الاولى اعطاه ثقة بحاله وحمسه انه يعمل جولة ثانية، بس هالمرة كان طموحه اعلى بكثير. بهذاك الوقت البنك الزراعي الصيني كان واحد من اضخم بنوك الصين الاربعة، والخزنة كان فيها فلوس كثير وهو كان بده ياخذ كثير كثير، لدرجة انه اضطر يطلب مساعدة اشخاص تانيين معه. كان معه رجال الامن التنين ما غيرهم، هدول مضمونينه بالجيبة، بس هدول للحراسة. هو كان محتاج حدا معه في البنك يحمل ويساعده لما ياخذ الفلوس، والاهم انه يغطي على الموضوع إذا حدا من موظفين البنك انتبه. بالمرة الأولى ال 200 ألف اللي أخذهم ما حدا لاحظ اختفائهم، مبلغ حجمه قليل كثير مقارنة بالموجود بالخزنة، بس هاي المرة رين كان ناوي ياخد 50% من الموجود بالخزنة، فراح يكون واضح إنه الفلوس ناقصة. لهيك الموظف اللي كانت عينه عليه وقال بجيبه معي هو مدير الخزنة الثاني، كان اسمه ما، هو الوحيد اللي ممكن يلاحظ اختفاء الفلوس، فكان لازم إنه يدخله بالسرقة ويكون جزء من اللعبة، بس إذا بحكي له بيطلع شريف راح يكون كشف حاله انه هو حرامي، فالموضوع كان مخاطرة كبيرة. بس زي ما حكيت لكم ببداية القصة احنا عم نحكي عن حرامي غبي. المهم اخذ القرار وحكى معه بالموضوع، وبرضه كان حظه حلو لانه ما عجبته الفكرة. الان اجى وقت السرقة، السرقة الثانية. هاي المرة السرقة اخذت وقت طويل، خلال شهر 3 و4 رين وما ضلهم ينقلوا فلوس شوي شوي ويهربوها برا البنك بطريقة سرية. نقلوا أكثر من 2 طن فلوس، المبلغ تقريبا كان 33 مليون يوان، يعني بوقتها ما يعادل أكثر من 4 مليون و300 ألف دولار. بهديك الفترة من كثر الفلوس اللي سرقوها
مع انه هم التنين المسؤولين عن الخزنة فقط، الا انه في موظفين ثانيين بلشوا يلاحظوا اختفاء الفلوس، وما مر وقت طويل ولا واحد مبلغ الشرطة. بس هم كمدراء للخزنة قدروا انهم يطلعوا باعذار ويفهموا الكل انه هاي القصص والاخطاء بتصير من فترة لفترة، وانه المصاري راح ترجع تبين. حجتهم كانت انه بيكون في تحويلات لاستثمارات وامور مش الكل بيعرفها، وانه الموظفين اللي لاحظوا انه الفلوس قلت ما عندهم اطلاع على تفاصيل كل اشي عم بيصير، فما حدا يقلق، الكل صدقهم ومشيت الامور. طبعا هذا كله تمويه عشان يقدروا يستفيدوا من الوقت ويلحقوا يكشطوا بطاقات اليانصيب اللي اشتروها. ما كانوا قاشتين كل البطاقات وكانوا شارين عدد ضخم جدا، صرفوا 33 مليون يوان كلها على البطاقات، وصار عندهم أكوام بالبيت. على مدى أسابيع اشتروا أعداد من بطاقات اليانصيب على نطاق غير مسبوق بتاريخ يانصيب البلد كلها. بس هاي المرة اليانصيب عمل الاشي الطبيعي، والبطاقة الرابحة ما كانت من نصيبهم وخسروا كل اشي. طبعا هم دخلوا بالحيط والشكوك حواليهم بالبنك زادت. الأمور ما تصلحت بالبنك زي ما حكوا للكل، والفلوس لسه ما رجعت. من اليأس رنوا ما طلعوا بحل عبقري، سرقة البنك للمرة الثالثة. كانوا يحكوا لبعض هاي المرة أكيد رح نربح. بالسرقة الثالثة سرقوا 18 مليون يوان، يعني 2 مليون و 300 ألف دولار، وبرضو رجعوا اشتروا فيهم بطاقات يانصيب. بس على عكس المرات اللي قبل، هاي المرة ما كان عندهم وقت، وما كانوا بيقدروا يطلعوا المبلغ من البنك شوي شوي ويشتروا البطاقات من السوق شوي شوي مشان ما حدا يلاحظ. فاشتروا كل التذاكر بيوم واحد فقط وبلشوا يكشطوهم لحتى أصابعهم نزف الدم. إذا عم بتفكروا كيف قدروا يشتروا كل هاي البطاقات بهيك مبلغ ضخم بيوم واحد من دون ما يثيروا الشكوك حواليهم، فالسبب إنه بهذاك الوقت الصين كانت عم تعمل تحول إلكتروني لكل عمليات الشراء، فاللي معه كاش كان ملك وبيقدر يعمل كل اللي بده إياه، والكل بيحب يبيعه من تحت الطاولة وما يدفع ضريبة. مرق يوم متعب وأجت لحظة الحقيقة. بعد ما صرفوا ما مجموعه 51 مليون يوان بالسرقات اللي عملوها، يعني 6 مليون و 700 ألف دولار، قدروا إنهم يربحوا من بطاقات اليانصيب 98 ألف يوان، يعني 12 ألف و 700 دولار بس. هون عرفوا إنهم أكلوا هوا ووقعوا بمصيبة كبيرة. الإشي الإيجابي الوحيد بكل اللي عملوه إنه مدينة هاندان سجلت رقم قياسي بأعلى بيع لبطاقات اليانصيب بتاريخ المدينة، والكل كان مفكر إنه حملات التسويق اللي عملوها لليانصيب كانت ممتازة. يوم 16/4 البنك وأخيرا اكتشف اختفاء الفلوس، ومدراء الخزنة بطلوا قادرين يسرقوا أكثر، والشرطة طلعت مذكرة اعتقال لرين وما. بعد ما تم التأكيد وانتشار الأخبار بكل الصين إنه هاي كانت أضخم عملية سرقة بتاريخ البلد كلها، بهذاك الوقت الشباب كانوا هاربين برا المدينة كلها. الشرطة قدرت تمسك الثنائي الثاني، رجال الأمن اللي ساعدوهم بالسرقة. رين وما غدروا فيهم وما خبروهم إنه الأمور ما زبطت، وكان همهم الوحيد إنهم ينفدوا بريشهم. كانوا شارين هويات وهمية واختفوا، وهون صارت مطاردتهم على الصعيد الوطني. نشروا صورهم على قائمة المطلوبين وحطوا مكافأة للي بلاقيهم أو ببلغ عنهم. ما هرب على الشمال وراح على العاصمة بكين، ورين هرب على الجنوب على مقاطعة جيانغسو. صورهم نزلت بكل الأخبار وانتشر الموضوع بكل الصين، والكل كان يحكي بالموضوع. وبما انه ما راح على العاصمة وهي اكثر مكان مكتظ بالعالم، فما كان حظه كثير منيح ولقطوه بعد يومين فقط. الان ضل رين العقل المدبر للموضوع كله، واللي بهذاك الوقت كان رايح بتاكسي لساحل اليان يونغانغ. واكيد انك تكون على قائمة اكثر المطلوبين بالصين وتسافر 650 كيلومتر بتاكسي مش فكرة ذكية كثير. مشان هيك نزل من التاكسي واشترى سيارة هوندا من تاجر غير قانوني. بعد ما اشترى السيارة كان لازم يلاقي مكان ليعيش فيه، فاستأجر شقة فخمة واستخدم هويته الوهمية. هو دفع كثير على السيارة والشقة، بس على الأقل صار عنده مكان ليستقر فيه، بتخبى هناك لحد ما الأمور تهدى. بس للأسف استقراره انتهى بسرعة، فجأة الشرطة دخلوا عليه، كانوا عارفين وين هو بالضبط. واحد شكله مش مرتب ومش حالك وعم يدفع كاش من شنطة مليانة فلوس، وصوره بكل مكان على الجرايد والأخبار. الناس كلها شكت فيه. الشرطة ما وصل هالبلاغ من شخص واحد عنه، ثلاث أشخاص بلغوا عنه: شوفير التاكسي اللي ركب معه، والتاجر اللي باعه السيارة، وصاحبة الشقة اللي استأجر منها. وبما إنهم الثلاثة ساعدوا الشرطة بإلقاء القبض على رين، فتقسمت المكافأة عليهم بالتساوي، واللي كانت 200,000 يوان. رين بلشت سرقته الأولى ب 200,000 يوان وانتهت قصته بمكافأة بنفس القيمة. الآن بما أنهم انمسكوا فالمطارد انتهت وبلشت المحاكمة. رجال الأمن اتهموهم بسوء حماية أموال عامة وانحكم عليهم بخمس سنين سجن. أما رينو ما فاتهموهم بالاختلاس، وخلال المحاكمة النيابة العامة
طالبت بأقصى عقوبة عليهم. رين عمل محاولة أخيرة ليخفف الحكم على حاله وحكى لهم أنا بقدر أساعدكم بطرق لحماية البنوك والنظام الأمني عشان ما يصير سرقات مرة ثانية زي اللي أنا عملتها، بس هم قالوا له شكرا إحنا مش بحاجة مساعدتك، وحكموا عليهم بالإعدام. وفعلا بعد سنة نفذ الحكم. البنك طبعا كان كثير محرج قدام الإعلام وتم طرد 5 من الموظفين لإهمالهم. تخيلوا أنه خلال التحقيق بيّن أنه البنك ما كان عامل جرد لمخزون الكاش اللي عندهم من سنين، ولا حدا كان يراجع كاميرات المراقبة. هيك انتهت قصة حرامي غبي قدر أنه يطلع من البنك 51 مليون تحت عيون الكل، وبدل ما يهرب فيهم راح اشترى فيهم بطاقات يا نصيب. كل شيء عمله من البداية كان غبي، والمشكلة أنها زبطت معه أول مرة، بس الطمع بيعمي على قلب صاحبه. هاي كانت قصتنا لليوم، بتمنى انها تكون عجبتكم. لو بتحبوا هذا النوع احضروا قصة سرقة كوريا الجنوبية، قصة غامضة مستحيل تتوقع احداثها. انا ابو الصادق، سلام، وبشوفكم فيديو جديد.